وبعدين هذه اول لعبه لعبناها في القناه. اوه ماي جاد، تذكروها لعبه ذيك؟ هذه كانت هي على التخطيط وعلى التخطيط. شوفوا جوانا، نفاجئ بابا بصبتي. بدر مسوي عصابة ودولة، والفكرة ما هي بسهولة، بس على مين يكون المقلب؟ ماما المسكينة خولة، ماما المسكينة خولة، وش هو اللي تسوينا يا ريما؟ فوق الكبسة تحطي كريمة، وعزوز يتحدى بنزيمة. جولو جولو بطولة، جولو جولو بطولة، ويا جوانا تحلى وعودي، والسالفة ما هي بمعقولة، والأصغر فيهم مجودي، محدن فيهم يا طولة، محدن فيهم يا طولة. يلا تفضل بابا، أنت شغال في ورشة، وش تسوي بابا؟ تغير زيت؟ كل هذا عشان يلاحق القطوة؟ الله مو مخليها في حياتها أبدا حتى أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هلا ومرحبا شعر المواعين والقلطات والفناجيل. عطنا قصيدة. عندك قصيدة شيء هو؟ لا ما 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 ظنيتي والله. سارق فناجيلنا. شو كان هذا مكانها المفضل، وبس كانت تنثر التراب بكل مكان. كل يوم قاعد تنثر التراب بكل مكان، فحطيت شوية حصى عشان يعني خلاص، وتركت المكان كله وصارت تقعد هنا. بس لازم اليوم نروشها صراحة، مليانة تراب. Let's go. وين؟ Let's go وين؟ The laser. Laser. Okay. يلا. طبعا قبل لا نسبح شوشة القطوة، في حاجة مهمة أبغى أوريكم إياها الآن في غرفة ريما. الله. يلا. Go. وبسم الله الرحمن الرحيم. مدير. يا ويل حالي. وشو ذا؟ مطعم بخاري. اي والله اني كفارش السفره الحين انه مطعم بخاري. وش قاعد تسوين الحين؟ قاعد الون. شوف يا جماعه، ما تعترف بالطاوله، تحب ترسم هنا. ما اقدر ارسم بالطاوله. ما ادري انا، خليني اشوف هذه المصيبه الحين. تفضل تكلمي، تكلمي في باك جراوند حلو. ايوه ايوه. ترسم في الارض من غير فرش كان، وصبت الالوان وحوسه تونا السجاده. بس نظف. صح؟ تونا حاطين السجاده. المهم الحين أباك تطلعين رسماتك القديمة لو سمحتي. فضايحنا. رسماتك القديمة. فقرة فضايحنا. لا ما في فقرة فضايحنا. طيب الحين بوريكم حاجة، أنا بوصل لكم الفكرة، بس شوفوا يا جماعة هذه رسمة ريما في 2015. إحنا كنا نضحك من داخلنا زين، بس كنا نعطيها فرشاة وألوان وأقول لك keep going. يعني استمري صح؟ حتى اللي بعدها كانت 2015. شوفوا. لا هذا العين. هذا وش فيها؟ حادث ذي ولا وش؟ اوه ترسم انواع العين. حلو حلو. لا شوفوا ترى هذا تكنيك حلو. انا عارف، انا ما قلت شيء، انا ما قلت شيء. طيب يقول لك اذا رسمت الشيء 40 مره راح تضبطه. ايه كان منهم. ايوه ما ادري وش. عندي هنا استاذ 16. بدات في 2016 ترسم الشخصيات. هذه تقول هذه انا، كانت تقول انا ريما، كنت ابغى اصبغ شعري زي كذا زمان، والحين صبغت. لحظه اجل، هذه خطه من اول 2016. الحين ابغى اقول لكم ايش بعد. رسمه مش عزوز. وهذه عزوز. وين يدينا؟ ها ما ادري، يطلب الله. وفي 2017 تطور الموضوع شوي. الله زين، بدات اتابع انمي يا جماعه. مجرد الوان ودفتر سكتشات، وش يسمون سكتشات؟ وش اسمه؟ سكتشز. سكتشز. زين؟ سخبيط. زين هذه من 2017 و18. حلوين. شوف. شوفوا كيف تدرجت. زين في اشياء ما كملتيها يا بابا. اي في لسه باقي كثير. طيب خلونا الحين نشوف 2020 ريما وش سوت. هذه شوف. خلاص خلاص. هذه اخر رسمة رسمتها كم؟ امس؟ قبل امس؟ صح. واو. شوفوا يا جماعة مستوى الرسم وين وصل. ترى باقي مراحل كثيرة. لسه باقي. أنا عارف. أقدر أسوي أحسن من كذا. وهذه وش متى؟ وهذه الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي فات. شوفوا بدأت تعلقهم، فخورة فيهم، فخورة هي باللي سوته. وهذا وش فيه ذا هومليس؟ هذا هو هذا الكاركتر. هذا هو هذا. كبنت. أيوة عليكم السلام. وهذا يعني شايفين يا جماعة كيف الرسم؟
مره تطور. لحظه وهذه ايوه معلقتها هذه اذكرها هذه مره عجبتني حلوه. وش الهدف الحين؟ هدفي اني اعبي هالدرب كله رسماتي. ممتاز رائع. وانا اذكر كان هنا في محل شنط ابو عشرة سكر ما دفعت الايجار. جميل. في اللي حاب اوصل له يا جماعه الدعم المستمر من الاباء والامهات، الله يرضى لي عليكم، ركزوا على عيالكم. ترى توصلني ايميلات كثيره خصوصا من فئه المراهقين، الاب ما مطنش، الام والله ما تسالف حتى معنا. يا جماعه الله يرضى عليكم، هذول يعني المستقبل، هذول المستقبل. ادعموهم، شوفوا مهاراتهم، اجلسوا معاهم. زي مثلا الرسم، والله ما هو بشيء مجرد قلم رصاص ولا علبه الوان بريالين وكراس رسم 3 ريال ولا 5 ريال. حتى لو عندك دفتر قديم شقه وعطهم اياه يا اخي، حسسهم انك قاعد تشجع موهبتهم. انا ما اتكلم فقط عن الرسم، ممكن يكون طباخ، ممكن يكون منشد، يمكن اي موهبه تشوف ولدك فيها يا اخي نميها. ترى الكلمه طيبه حلوه، مو لازم يكون مبدع من اول يوم، ترى عادي. ما في احد مبدع، ترى والله الدنيا حوسه، عبالك تدرب حبه حبه ما ادري ايش كسرت البشت. المهم، فالمقصد يا جماعه الدعم المستمر. صحيح. والرساله الثانيه، اذا شفت اللي حواليك مطنشينك انت ادعم نفسك. صح، طالع نفسك في المرايه، انت شخص مبدع وكذا، والحياه تستمر يا جماعه. مو لازم احد يكون فوق راسك يقول لك واو يصفق لك، لا انت لا لا بيصفقوا له اذا طلع، إذا وصلت. إذا وصلت إن شاء الله. صح. واللي حواليك خذلوك أو ما حد شجعك أو ما حد يعني دعمك، بإذن الله أنت بتوصل من قرارة نفسك وبقوة شخصيتك وبيصفقوا لك في الأخير إن شاء الله. مثلا أنا عندي جوانا، يا أخي ذي هذا شوفوا لها حل ذي. رعب. جوانا فخورة بشيء أنا سويت لها إياه في الغرفة. وين جوانا؟ باعت الغرفة. هذا اللي أنتم تعرفونها، ما صارت يعني قارئة، يعني تاكل الكتب أكل، إلين سويت لها هذا الرف الصغير. هذا يمكن كلفني 30 ريال. زين، وهذه الكتب أغلبها من المكتبة بنرجعها، وفي أشياء شريناها وهكذا. طبعا شوفوا رسومات جوانا ما شاء الله، في رسمات هنا في دفتر. طيب، طبعا جوانا تحب الرسم مثل ريما ما شاء الله. شوفوا بدأت. وين الآيباد؟ واو، نوريهم رسمتك في الايباد عشان اوريكم بعد كيف تطور رسمها من هنا. وش ذا؟ ليش نطلع لسان هذي؟ ها؟ احسن واحدة هنا. الله الله، هذا كسر الارض صح؟ نعم، هذا السوبر باور. وانا الايباد قامت ترسمه. طيب نشوف رسمة جوانا الاخيرة. شوفوا يا جماعة، هذه تقول هذه ماما. شوفوا كيف رسمتها، شوفوا اليدين شرابة. بس قاعدين ندعمها بالتشجيع وما الى ذلك. لكن لحظه، ليش وشو المانيكير خربت؟ طيب لا لا لحظه، ايش السالفه؟ ليش هذه ريما؟ امسح مجودي قاعد يبوس. لا احنا نبغى الرسمات يا ابوي الحالي، فشلتنا. لا خلاص خليها على هذه. هذا رسم جوجو، هذه اخر رسمه رسمتها، ما نبغى نطلع البلاوي والله، خلونا ساكتين. بس المقصد انه التشجيع يا حبايبي. شوف ايش لقيت. طيب شوفوا كيوت، الله، رسمه جميله. لو لاحظتوا بس خطوط، بس الفكره وشو؟ في الايماجينيشن، خيال، اللي هو الخيال. بس لا لحظه من هذه جوجو؟ هذه جوانا، يا هي اللي تسوي حركات. ورا حاطه ثعبان على راسك. سماعة يس. والله من اللي يكتب في التعليقات من يشوفها ثعبان تلعب اورج. وين الكرسي؟ ليش وين الكرسي؟ بس شوفوا ما شاء الله، اتس ميني بيانو. قد يكون هذا لدى البعض شيء عادي لان موهبتها اكبر او افضل، لكن بالنسبه لعمرها انا اعتقد ان هذا شيء جيد. مره حلو. واو، keep going girl. طبعا هذا ما عنده اي موهبه الحين غير التخريب. صح، غير التخريب يا جماعه. تفضل، ها تفضل، يدور ما شك ولا الله. ها سلامات. شافت صورة بعد اضحك عليها. ممكن نشوفها؟ ايه. تعالي. وش هذه؟ مدري. واحدة شريرة ورا ركبتها متورمة. ايش عندها؟ ها؟ مدري. طاحت في الدرج ولا ايش؟ وش برامتها؟ عزيز. ايش دخلني؟ يتهاوشون. لحظة، أنت تطبخين القطوة؟ أي بروشها. وش ذا؟ روشها. وهذه الرشوة؟ أي عشان تحس بناس مدير.
والله ما عارف ايش حيصير. معليش كل شو اشتكري. لا 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 والله عضته صديق. خلاص خذها. طيب بس واحدة يا ولد. طيب جيب نهضتك. طيب اصبر. لا وبعد يلتفت يشوف اللي حاله. في احد جاي يشوف يشوف تعرف انه متماسك فيها مره. خلاص خلاص يلا هناك هناك شوي 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 شوي. ايش سوكي عشان نحطك معه انت. حطيه عند ظهر البطه. اصبر اصبر اصبر. امي 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 ها ها. شو لا يجيتونا على هذا هذا لا عادي اهم شيء يعرف على المويه. ايوه ايوه هي خلاص تعود شوي عرف انه ما في خطر في الموضوع. اي يلا سيب بطل كذا انا نطه نطه كفو كفو عور ايده. جود بوي يا ساتر انت يا مؤدب غلشها. يا حبيبي كنت مؤدب والله. فنان شوفوا قلة تبانت مع المويه. يلا الحين شامبو بلسم ومساج. يا سلام يا سلام. لازم نغسل رجوله والله من التراب. لا لا ما خلى تراب. شو انت بتروح مسوي نفسك غطاس. تعال تعال طلعوني. ما في ارجع ارجع مكانك. خلاص يلا انت انت شفت وجهك. يلا 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 كم تحط لنا وجهك هنا. خلاص يلا يا اختي يا اختي كيف جاء. طيب الحين وشو بتحطون استشوار شو؟ ايه بس ما ادري اذا هي بتخاف من الاستشوار تتوقع؟ والله كانها دجاجه مره منتف مره يبي ينام والله خلاص تعب. هي supposed to sleep by now. طيب الحين خلني اسولف معك الحين انت وش الموهبه اللي عندك غير التخريب غيرك انك تنط على كريشتي اخر الليل؟ لا حكيت القطوه. والله والله ترى يعرف يصور مجهودي. والله راح يسوي صور قويه ما شاء الله. شوف you can make a take a picture. Can you take a picture for me please? Yeah, take a picture for daddy. Kitty. First here. It's mommy and titty. Yeah. يا سلام عليك. ولا بعد الله انك فنان. انت الكيوت انت الكيوت. Can I see? بطل بطل بعد ما روشناها وخلصت راحت تجلس عند جوانا لانها هي احن وحده. اي شعر الفناجيل. I'm the first one she liked right when he got her. طيب انت عشان اوريكم حالتي يا جماعه. ملاحظين؟ بس هذه حالتي. خلاص بابا. في عندنا واحد قاعد يقرقع بالمطبخ. خلوني اوريكم ايش يسوي. عندنا شيء حلو سوته ريما للقطو. عند شرنا. ها؟ طلع من حقين الانميز. انمي انمي ما اعرف انطقها يا بابا زيكم انا افلام كرتون. عزوز مستعجل مستعجل ذا عزوز الحين الفتره هذه من اصحاب القهوه. ايوه القهوه المميزه والساخنه والبارده. عيالي اذا شافوا المطبخ نظيف وممسح ما شاء الله تطلع لازم تطلع الحركات واخر الليل. خلاص خلاص مش قاعد. طيب خلي 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 براحته خلي. طيب اليوم بسوي ايوه كافي لاتيه ايس كافي لاتيه. الله يرحم ايامك يا حليب. ايوه فاول شيء نحط كافي. اي نسكافيه. طيب نحط وشو ملعقه رز ملعقه شاي وشو اللي تبغاه ملعقه مو هو بملاس. طيب تفضل اذا تحط 1 سبون اوف شجر. شجر يعني سكر. يا سلام انا مترجم وانا اللي اتكلم عنه وانا كل شيء. اذا تحط شويه حليب شويه حليب شويه بشويه. ايوه بس خلاص كذا ممتاز. خلاص كذا نشربها الحين. لا بعدها لازم نحط ايس اند شيك ات. ايس ثلج شيك ات يعني نهزه. اي اي يلا الان اعزائي سيداتي سادتي نحط ايس. خلاص يا سلام يا سلام ايس صار كله ايس ما ادري كيف بيهزه. يلا
ناخذ هذا نسكره. يلا سكره زين. كم لك طايح في القهوه يا بابا؟ ما ادري. قلط. قلط قلط يعني كذا حول ثلاث ايام اربع ايام. الله يرحم ايام الله كان عصير سنتوب يا شيخ. ايوه يا سلام. شوفوا رغوة. الحين نحط حليب. طيب حليب ميلك. واو المنظر حلو. يا سلام عليك. وبعدين نشرب. خلصت خلصت الفقره. لا والله خلاص الحين ما تحط عليه شيء. ما تحط عليه في المقاهي يحطون سينمون قرفه. لا اللي يقول لي هيك بامكن 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 سبايسي. يلا نشوف. انت اللي تجربه. شو الفايده؟ ايش في ذا؟ شكر بس حلو. يا سلام والله حلو. مع انه سهل الوصفه ترى. مره سهل مره سهل. اجل ممكن نحط شو اسمه كراميل. ممكن كراميل صح؟ كراميل. مره حلو ما شاء الله. ايش قطيت؟ تقطيت مو سكر نمل انت. وهذه اسرع خطوطيشن ما شاء الله. المسكه يعني مسكه اعلان. ها؟ يلا والله حلو لازم تجربوه. مشروب صيف ها؟ نقدر نقول مشروب صيف؟ يس. ما في مشروب تين؟ انا معلش خلاص تذكرت الطايف. شوفوا عينها على الشجره بس صارت فلاف يا جماعه. شوفوا كيف يا ابوي صرتي مارشميلو بالتونه. ما في ما عاد فيه متضايقه. وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير والسبسكرايب. اهم شيء سبسكرايب. باي. نعم. وش في وراك حاطه قدر على راسك ها؟ بتفوتي بتفوتي. قال لها الحين هذا بيتها ما حد اي تهجم على اي احد. دافع عنه. مياو.